الوطنية. في الغفو دو بريس ناسيونال متاع اليوم باش نبداو بيومية المغرب واللي تحدثت على زيارة البيجي قايد السبسي لإيطاليا وكتبت على الموضوع هذا ملف الهجرة السرية والأزمة الليبية ودعم الاقتصاد التونسي أبرز المحاور. أما الصحافة اليوم على الأولى قالت تعددت انتهاكات السفير الفرنسي لسيادة الوطن وبالأحمر العريض نكاد ونخاله المقيم العام. الأخبار كتبت بعد رجوع مئات الإرهابيين قريبا الكشف عن خارطة شبكات العودة من بؤر التوتر. قالت زادة حسب آخر الإحصائيات 128 سجين تونسي في سجون دمشق. الصريح كتبت الطب غاضبون والمرضى يثورون، وفي نفس الموضوع شروق تقول آلاف الأطباء يصرخون في مسيرة حاجدة، الطب مهنتنا لا تهمتنا. أما الصباح عنوانها كان هذا صوتكم فمن يستمع لصوت الرضيع، ونختم بجريدة لوتون اللي قالت لديس فونكسيونمون دان سيكتور مالاد.